قبل الفاصل ان هيعمل او قانون الايجار بعد تعديله من قبل مجلس النواب سيقوم بعمل توازن بين العلاقه المستاجر والمؤجر. دور مجلس النواب هنا بقى ازاي؟ يعني بتتمنى ايه من مجلس النواب او ايه اللي الدور اللي على مجلس النواب لاحداث هذا التوازن؟ يحط في الاعتبار حتما ان تحديد وتقدير الاجره في عقود الايجارات القديمه هي من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته. ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى عامل حسابه ان المستاجر القديم ده مش زي المستاجر الجديد. المستاجر القديم ده دفع خلو رجل، والمالك وهو بيبني العقار ده بسبب المستاجر قدم في رخصة البناء كده مادة 69 من قانون 49 سنة 77، قدم قال له انت بتبني بقصد التمليك ولا بقصد التأجير؟ قال له ببني بقصد التأجير. قال له خلاص خد مني دعم، مواد البنى كلها مدعمة. بتبني بقصد التمليك يحظر عليك الاستفادة من النظم الدعمية، المادة 69. كويس؟ فخد دعم من الدولة، خد خلو رجل من المستأجر، خد أجرة باهظة عالية، 10 جنيه و15 جنيه دول كانوا دم قلب المستأجر. وكيل الوزارة كان بيقبض 17 جنيه، فلما كان يدفع منهم 10 جنيه ده دم قلبه. بس اتكلمنا على الأوضاع دلوقتي بقى. تمام، أنا بقى ما هو دي الأوضاع. لا، الماضي ده ما هو 17 جنيه في الماضي، ممكن دلوقتي يسوى 17000 جنيه. ماليش دعوة دلوقتي، افرض كنت اشتريتها منك تمليك، كنت هتيجي تقول لي دلوقتي تمنها كذا؟ أنا ماليش دعوة، أنا متفق معاكم في عقد وخدت خلوه على كانت القوانين انذاك الوقت. يعني دلوقتي تحتم زابط علشان بس نقدر نوضح للمشاهد ماذا سيكون على مجلس النواب. على مجلس النواب ان يراعي. بص يا فندم، في بس بعد اذنك اديني دقيقه، نص دقيقه. هنستعين الحكم اللي صدر في 9 نوفمبر، الحكم الاخير ده بيقول له ايه؟ بينصح مجلس النواب بيقول له ايه؟ فان تحديد اجره هذه المباني يتعين دوما ان يتساند الى ضوابط موضوعيه. بيقول له تحديد الأجرة دي لازم تشوفها بضوابط موضوعية، يعني تراعي كان أنا بقوله ده، تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية فلا يمتنع المشرع من التدخل. اوعى ما تتدخلش. ليه؟ فلا يمتنع التشرع من التدخل. ليه ما تتدخلش؟ فيمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية سمتها الغلو والشطط استغلالا لحاجة المستأجر في أن يأوي إلى مسكن يعتصم به وذويه.